السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه الثانيه والاخيره من لعبه ستيل ويكس ذا دي. ضغط زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا اخوان، الله يسعدكم. شكرا يا جماعه الخير، شكرا من كل قلبي على دعمكم الجميل بالحلقه الاولى. اتمنى تصل دعمكم، وخلونا نكمل وننهي اللعبه ذي بسم الله. فخلونا نكمل يا اخوان. اخر مره عرفت كيف جانا اتصال، عرفت كيف وكلفنا بمهمه، فدحين نقول اعد تشغيل روافع شد الصاغ. فخلونا نكمل اخوان، اخر مره بالضبط وقفنا هنا. لعبه جميله عارفين، يعني مو ذيك لعبه الرعب القنبله اكون صريح معك، بس عارفين كيف جميله. بدات مع الترجمه كمان، الله يعطي العافيه، يعني الاستاذ محمد فضل سوى لها تعريب الله يعطي العافيه، يعني صارت اللعبه اجمل واجمل والله. سبق قلت لكم بالحلقه الماضيه انه بالنسبه للعبه رعب يعني اخذت تقييمات لا باس بها. الخروج الى الطوافات، ايوه خلونا نخرج يا اخوان. اعتقد بروح قسم جديد، قسم الطوافات. عارفين في وحش يا جماعه الخير يلحق ورانا، عارفين باللعبه ذي والله ما ادري، مو مره ذكي اكون صريح معاكم. والفكره ايش، انك تهرب منه. ساق الف، ابحث عن طريق للاسفل في الساق الف. عارفين كذا مو مره ذكي صراحه اكون صريح معاكم، احنا جدا سهل تضيعه. بس والله مسكني اكثر من مره الحلقه الماضيه، بس صدقوني بنفس الوقت كمان مو مره ذكي. واضح لازم استخدم طفايه الحريق دي عشان اطفي النار اللي هنا. فعارفين والله يا جماعه الخير يعني يا ما لعبت العاب رعب منظور اول، لعبت العاب كثير زي كذا صراحة. ممكن يعني أفضل لعبتين أوت لاست الجزء الأول يعني من النوع ذا، ريزنت إيفل 7. لعبتين ذي عارفين مرة جميلة صراحة. أنا بروح من هنا. نبغى ننزل على تحت. واضح النزلة تحت ما راح تكون سهلة. لازم اقفز على المصعد ذا. حلو حلو. فان شاء الله يا جماعة راح نختم اللعبة ذي الفكرة بالحلقة هذه ان شاء الله. عارفين يعني اللعبة مي مرة طويلة. هو دائما اصلا العاب الرعب عارفين يعني ما تكون جدا طويلة. في شيء هنا؟ لا ما في شيء. نكمل طريقنا على تحت يا جماعة. والله كنت قريب أقفز، صدقوني كنت قريب أقفز. ما أدري إيش صار يا جماعة آخر على ريزن ديف الجزء التاسع. يعني قبل فترة بسيطة سمعت أخبار إنه راح يعلنوا عنه قريب، بس خسارك لازم اضغط ارتو. يعني في سمعت اخبار انه راح يعلنوا عنه، بس ما ادري والله ما سمعت شيء. بس ما ادري ممكن يعني الايام القادمه راح يعلنوا. جيب كاكاو جبتها. اللعبه دي لما ما تضغط الزر، ها يا جماعه لو ما تضغط الزر المطلوب على طول على طول تموت. يعني دحين عندكم لو فلت ار2 على طول اموت، او ار تي اذا فلت على طول اموت. انا ماشي صح، انا افلت الحين يا جماعه. خليني اولع الكش، اتوقع ابغى اطلع على فوق، على تحت زياده ما اقدر انزل. بس ما ادري كنت احاول اطلع على فوق، ما كنت اقدر ولا اقدر. والله هذا على ايش اصلا، انا ابغى انزل على تحت ولازم ازع تحت. بس ما ادري من فين دحين، والله ما ادري يا جماعه. والله ما ادري من فين يا اخوان، فلت الار تي ما ادري، والله ما ادري. العقل ممكن افلت وبعدين ارجع اتسلق من جديد. من هنا.
هو لازم انزل على تحت عارفين، بس والله ما ادري ليش مرض ينزل زياده. كان المفروض اخذ يمين اوكي او يسار. المهم تبغى تنزل من هنا، ما اعتقد اقفز كذا على طول، واضح مع السلم ذا. اوه ابغى انزل على تحت. حلو حلو، باخذ يمين من هنا. والله دائما المنظور الاول صراحه كي مو واضح يا جماعه، فاهمين علي؟ مو واضح كي، ما تدري من فين تروح. والله لو اللعبه ذي، لو اللعبه ذي فيها منظور ثالث على طول كنت راح اختاره، عشان اجمل شيء صراحه تشوف ال... يا جماعه افضل شيء تشوف الشخصيه امامك. بس ما ادري، ممكن العاب الرعب ممكن نستثني الشيء ذا بالعاب الرعب. لازم ننزلها نحط الكشاف ولا ننزل المصعد ذا من هنا من عند العجله ذي. لا ما ابغى اسوي كذا انا، لازم اوصل هناك تصدقون، لازم اوصل هنا عشان اضغط الزر ذا. اعتقد ال... خلونا نقول الرافع ذي تزع تحت، صار بدنا نعدي. لازم اروح من هنا، او ممكن خلاص طريق الاساسي من هنا عشان هو لازم ازع تحت. ضغط تكس عارفين، ضغط ايه هو كان يقول اضغط اكس، ضغط ايه نسيت انه باليد الاكس بوكس ايه على اليسار. نحتاج الى صندوق المصهر الفيوز يا جماعه، لازم نوصل لها. لا والله لسه باقي لنا طريق طويل على تحت، كان على بالي قربنا بس لسه شويه. اقدر اطلع هنا؟ ابغى امشي من هنا اوكي. حلو بنطلع لفوق من هنا. لعبة ما شاء الله من الأشياء اللي مبهرتني فيها يا جماعة، شغالة تمام ما شاء الله عارفين من ناحية التقنية. أنا لازم أرجع لفوق من هنا، ما أقدر أروح حتى لو وصلت ما في شيء، لازم أرجع لفوق دحين. عارفين شغالة تمام حتى والله من ناحية الرسومات، يعني اللعبة لا بأس بها من ناحية الرسومات يا جماعة الخير، يعني جيدة اللعبة صراحة من ناحية الرسومات. واضح لازم اتسلق على الخزان ذا اللي هنا. ما ادري كيف الخزان ذا راح ينزلنا على تحت، والله ما ادري، بس خلونا نشوف دحين. بس هذا لسه لازم ننزله صح؟ لازم ننزل يا جماعة الخير الرافعة ذي عن طريق الزر ذا اظن. وريني كذا. حلو حلو، ضحكوا علي اطلع من هنا. بصراحة فكرة اللعبة ذي جميلة عجبتني. كذا رعب بسفينة مرة شيء جميل. الحين اقفز هنا، والله ما الظاهر اقفز هنا يا اخوان. او اجي على هنا. ايوه. كيف كذا؟ ايش استفدت الحين بما اني جيت هنا؟ يا جماعة ايش استفدت بما اني جيت هنا؟ عشان توصل، ما اعتقد عشان اوصل هنا، ولازم ازع تحت. والله والله ما ادري جيت هنا يا اخوان، ما ادري والله من هنا طريقي ولا لا. والله ما ادري ايش استفدت بما اني نزلت هذه، ما ادري انزلها زياده. هو الطريق على تحت ها يا جماعة، حسب علم الطريق على تحت.
يعني الفكره من المكان ذا انه لازم كل شيء تنزع تحت، مو معقوله بطلع على فوق انا جاي من فوق، فما ادري خلونا ننزع تحت ان شاء الله كذا يعني سويت المطلوب. اللعبة ذي ما فيها مسدسات صراحة، اللي تكون فيها مسدسات بس الفيلم ما فيها مسدسات، كله بدك تسويه فقط تهرب أو شيء مو سيء صراحة، عشان هي اللعبة كذا نوعها رعب فقط عارفين، يعني لو قالوا رعب سرفايفل ممكن ممكن تحط مسدسات بس لكن رعب فقط عارفين، يعني بس خلاص كذا تهرب وتختبئ. الحين على التنشيط ونش الشد الأول. واضح لازم اسحب هذه اشدها. ايوه اوكي باك تو ذا وينج كنترولز. هذا ليش يقول فحص؟ اوكي هي الماكينه زي كذا، عندك ثلاث اقسام، تبغى تشد العجله، تبغى تسحب خلونا نقول المسمار، بعدين تبغى تروح الماكينه نفسها تشغلها اللي من هنا. تنمشي من هنا والمياه هذيك كأنها سامة. أقدر أمشي. لازم أغطس كذا النظام. لور روم. في غرفة من هنا. يقول لي من هنا يا جماعة. الغرفة السفلية زي ما تقول، يقول لي من هنا. يوم من هنا يا اخوان واضح. الاستديو اللي سوى اللعبه دي صراحه ما اعرفه، ما ادري من يطلعوه. او مو هنا، لازم نروح لونش كنترول. يعني جينا القسم بي. والله كعب لي من هنا بس مو من هنا. انا نسيت انه اللعبه الجميله دي صراحة من أجمل الأشياء فيها إنه بسهم كذا تدق سهم يسار يوريك فين لازم تروح، قسما بالله يا جماعة آخر شيء جدا جميل. زي كذا قلتكم هل زي كذا الطريق كذا؟ كذا يعني الطريق يا جماعة قلتكم؟ يا أخي المفروض ما ذاك تطلع من هنا عشان خلاص المكان اللي أبغاه هذا هو هنا. أنا استعجلت جيت هنا عارفين كيف؟ كان المفروض بالبداية ما أجي هنا. بس والله مرة من الأشياء اللي عجبتني باللعبة ذي انه بضغطة زر كذا سهم يسار على طول تعرف لازم تروح، شيء جميل صراحة. هنا كل لعبة تطبق الشيء ذا. عارفين يا جماعة عشان لما اضيع انا ما اعرف الطريق فين خلاص اضغط سهم كذا يقول لازم تروح هنا. والله ما ادري ليه يا جماعة، انا ما ادري ليه صراحة، اكون صريح معاكم عندي المشكلة ذي انه اغلب الالعاب اضيع فيها. هنا مستويات المطلوب انا. بعد ما تسحبها تشغلها من هنا، اوكي معلش ما كنت تدري. الباب انفتح شايفين؟ في الساق بي، من هناك الساق بي. دحين اروح من هنا، هو كان واضح ذا الطريق اساسي. سر الله يهديه رحت بدري. الحين ابحث عن طريق عبر الطوافات الى المحطة با. على طفل القسم ده ظلام يا جماعة. ما أدري أمشي هنا شو كيف؟
عارفين المياه مي عميقة بشكل كبير. لازم حركة المقبض ذا. والله ما ادري ايش استفدت كذا. المياه انخفضت ممكن. حلو حلو. ايوه كل علي اروح من هنا بس يا جماعة. معلش خمس كافيه كحة. صراحة اللعب الحلقة الماضية ما افتكر جاء وقت كذا عرفت كيف ادتني فجعة. يعني اللعبة الحمد لله ما اعتقد فيها نظام الفجعات ذا اللي ما احبه صراحة. اوه شوفوا دحين المياه زادت هنا لما قدمنا زيادة. شو يقول لي اضغط على RT مع استمرار على N القفز الى الامام. اوه لازم اسوي كذا ولا حموت. والله ما ادري كيف سويت هالحركه اكون صريح معاكم. ان شاء الله يجمل البطن ان شاء الله ما يتعب. والله ما ادري يا اخوان ان شاء الله لحق هذا اسرع شيء. الحمد لله واضح لازم اطلع من هنا. الاصفر دائما معناته من هنا طريقك. سفينة كبيرة ها؟ سفينة جماعة غير دي كبيرة والله. خلونا نشوف الباب ذا. الباب ذا مفتوح ولكن عبالي مقفل هنا. طيب ايش فيه؟ اوه هنا ما في طريق اصلا. الكل صوته مطلوب هنا. اشرح لك الماكينة اللي هنا كيف تشتغل. ما ادري والله ما فهمت شيء. عارفين كنت صراحة معك ما فهمت شيء من الرسمة ذي. ابحث عن الطريق للطوافات. ما ادري ايش استفدت انا بما اني سويت كذا. ممكن فتحت الباب اللي فوق يا جماعة. ما ادري. تحذير خطر على الحياة. يجب رفع حاجز الحطام قبل إجراء الصيانة. يجب تعشيق الرافعة بالكامل. تحذير من خطر انحباس شاشة الحطام. هذا كله تحذير تحذير. أنا أتوقع فتحت البوابة اللي فوق. خلونا نشوف يا جماعة ممكن فتحت البوابة اللي فوق هنا. والله لسه. شو بديش استفدت والله. حدد لي هنا كيف اوصل هنا. عادي ممكن اسحبها من جديد. اوه بدانا ينزل دحين من هنا. يلا طيف الطف يا خبل. لا والله ما ادري على فين رايح. ان شاء الله يعني من جد هذا الحل. واضح دحين ايش القسم السفلي من السفينه يا جماعه الخير. سفينة كبيرة ما شاء الله. خلاص بسرعة. صح مقفل. ايوه المياه تطلع لي جهة السلم ذا اللي هنا. يا لطيف المياه بس قاعد تستمر بالارتفاع. ما ادري فين جيت. هنا المفروض مع الباب ذا بس تاخرت اظني. صح تاخرت فجيم اوفر. لازم بسرعه ايش بك. والله ما ادري فين اخوان. هنا ممكن انزل افتح الباب ان شاء الله ذا الحل. والله ماني متاكد. والله مو ذا الحل. يا ليت ذا الحل. والله ما اعتقد على فوق اخوان. ما شايف. اوكي هذه فتحة. كان عبالي ما في فتحة بس في من هنا في فتحة. بس كأني تأخرت ان شاء الله لحق. يو من هنا من هنا من هنا ان شاء الله ما ادري اتنفس. لا والله مو راضي. ان شاء الله المياه كل مكان هنا. كل مكان هنا. من هنا الطريق بس تأخرت. اوكي بس عرفت عرفت مع الفتحة ذي. يا جماعة تأخر مع الفتحة دي وبعدين مع السلم.
ادري من فين عدوني. ايوه دحين، ايوه صح دحين لما ايوه ما وصل دي تنفجر. حلو دحين بنطلع على فوق، انتظر المياه ايوه ترفعنا على فوق. ايوه لازم ترفعني زيادة على فوق. انا الفتحة ذيك كان في فتحة هنا يا جماعة اول. ايوه مع ذي الفتحة الحمد لله شفتها الحين على طول. حلو حلو بنكمل على فوق. شفت سلم اول صراحة ما ادري فينه. لا مو من هنا، مو من هنا. ايوه من هنا الحمد لله شفت. ان شاء الله لحق. والله اول لعبه علمتني ما ادري كيف كنت تروح تسوي اندفاعك. يا والله ما ادري كيف سويتها. ان شاء الله لحق من هنا الحمد لله. شيت ذات واز كلوز. ان شاء الله البوابه دي مفتوحه. في كل بوابه قاعد اروح لها مقفل، هذا الحمد لله مفتوحه. On the other one. والله ما ادري كيف غطست كذا يا اخوان، بس واضح طريقنا من هنا. يجب ان اجد طريق ثاني ان شاء الله من هنا. والله القسم ذا عارفين فيه كذا غطس كثير. ان شاء الله من هنا. والله ماني متاكد اذا الطريق من هنا يا اخوان ولا لا، ما ادري ما شاف اي شيء. الحمد لله ايوه من هنا. القصة يا جماعة تخيل كذا زي الخزان حق النفط كذا انفجر عليهم وحول بعض ال العمال الى وحوش، عارف كيف زي كذا. هالو وفي احد هنا؟ يا لطيف ايش صار عليه المسكين ذا، واضح ما نقدر نساعده. لطيف راح ياخذ مساكني. شوف كيف تحول زي ما قلت لكم. خلونا نهرب بس. هي 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 كيف كذا؟ فكني الله ياخذك فكني. عاد تنشيط منش الشد الثاني نفس اللي سويناه ذاك، عارفين اللي تشد كذا وتشغل الماكينة زي كذا، عارفين نفس اللي سويناه اول. ايوه نفس النظام، بنبدا بنسحب كذا القبضة دي نسحبها، الحين نشغل الجهاز من هنا. بس كانه ايش؟ كانه لازم نشغل الفيوز بالبداية اظن. بش احمر ذي. Thanks for helping. We'd all be gone, won't we?
don't get around in just yet. مدري ليه أحس في شيء ناقص هنا يا أخوان. يصعد الصخبة في اللعبة تقول لي زي كذا، أعتقد لازم أصعد إلى القسم باء. شوف كيف النفط هنا. يا لطيف. طيب انا بطلع على فوق او نزعها تحت، والله ما ادري. اوه مع المصعد. اوكي بس شو المكان ده، احنا على فين بنطلع؟ الله يستر. بس ما ادري اللعبه ما فيها مواجهه يا جماعه، يعني اللي يقول لي عبد العزيز تطلع فوق تواجه زي ما تقول تحرق الوحش نفسه ذا، عارفين اللي قاعد ينشر المرض، عارفين كيف، والفايروس. بس ما اعتقد هذا اللي راح اسويه يا جماعه، ما اعتقد، عشان اللعبه ما فيها قتال، ما فيها شيء، يعني كل تسوي دائما تهرب فقط، فما اعتقد في قتال في شيء، عارفين. كأنه المخرج ها يا جماعة، كنت حس كأنه خلاص نهاية اللعبة، خلاص قدرنا نهرب. بس تقول لسه ما أعتقد إنه خلاص. الإقامة. Can I fucking stand this cold? Jesus. إيش يقول لي؟ قم بتدفئة نفسك. الحلقة الماضية دفئ نفسنا عن طريق الدفاية. هذا ليش اللعبة محددت الكتاب ذا؟ رجال الصيد. يا جماعة بالدفاية فينها؟ هنا ممكن. I need to get warm. Jesus. ما أدري بشوف أي دفاية هنا. واضح التلفون راح يدق، يعني دائما التلفون يدق، على فكرة. أيوة هذه هي. Christ. I need to get out of this fucking place. I need to get him. Thank Christ. I better check on Roy. Roy ذا يا جماعة آخر أعتقد صاحبنا ذاك الطباخ. عارفين روي. دائما نتصل عليه يعني. ناخذ آخر الأخبار. Oh, fuck's sake. Oh gosh, mate, thank the Lord. I've been worried sick. I'm sorry, pal. I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Kaz? What happened with the chopper? Cunt tried to go without us, but well, didn't he work out well for him or the bird? Bloody hell, Cass. Is anyone alive? Aye, I saw Finlay. We had to get the Jennies on, and Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of the things, but I thought. Fuck, I don't know what I thought, but whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right as rain. Do you need me to come and get you? Oh, no, I can do it. You saw this rig out? Find a way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Cass? Aye. Sorry, I have to go, Roy.
Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on my way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Remember, Jesus loves you, Kaz. Everyone else thinks you're a con. All right, Val. Afters. روي ذاتك واحد بالسفينة يا جماعة راح واختبى بغرفة الطعام، عارفين بغرفة الطعام اختبى أفضل مكان يقدر يجلس هناك أسابيع. حين تحقيق في كوما مضيئة من هنا أو من هنا ما أدري، بس التلفون يدق هل لازم أرجع له؟ ما أدري يا أخوان، خلي أرجع له شو. Hello? Hello? Anyone there? There he is. Listen, I don't have long. I left away my mum. I had to get to... She's hurting me. I'm going off my head. Sus! Is that you? Oh, Jesus! This one's trying to give me a kicking and all. Going to be a wee boxer, eh? Aye, you wish. I wish I could see you. You're beautiful like this. Aye? Well, I feel like an elephant. Chris, what is this? Sus! Sus! سوزي هذه يا جماعة تخرج تصير زوجته، ما أدري ممكن قاعد يهلوس كذا يتذكر محادثة قديمة معاها. الحين أخوان خلونا نسوي المهم في التحقيق في كوما مضيئة. Christ, look at her. Does it go bigger? Shite. That's oil dripping and everything. One spark and fuck. ايش عندنا هنا؟ Whatever you have to do, I don't care. Sus. Jesus Christ, what the fuck is happening to me? ابحث عن طريق غسل الى التوهج. مدري ليه بوصل للتوهج ذا صراحة، ما مدري ايش راح يصير بالنهاية. بس هو لازم هنا ادخل، ما ادري كيف. هي هي مين اللي دفر الدفه ذي؟ على فوق طريق، على فوق يا جماعه. You, by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed or worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst. And I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. The main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again? Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know, maybe we should swap. You can't work the controls, Kaz. Otherwise, I, of course, I'd go myself. Christ. All right, all right. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Great.
حظا سعيدا بس الحين يقول لي حظا سعيدا بدل ما يجي معايا. دائما صراحة ضحكون الألعاب لما كذا يكلف واحد كذا مهمة صعبة كذا بقية كذا يرتاحوا كلهم انت روح ما ندري روح انت لحالك. هذا الحين اخواني يقول التحويل غاز الشعلة بس بلاي ثواني هنا كان في شيء بس خلينا نشوف ايش تقول الملاحظة ذي. اقدر اجيب النقزة ذي على جار وباعية. والله عجبني كذا عارفين لما يجيب لك اعتقد اسم الفصل عارفين كيف الخط العريض كيف الشاشة يعني ذكروني بلعبة كنترول فاكرين لعبة اسمها كنترول كان فيها زي كذا عارفين. كنترول ولعبة ثانية كان اسمها اظن كوانتم بريك اظن كان اسمها كلهم الاثنين من نفس الشركة. والله كنترول افتكر زمان لعبتها على القناة. والله كنت صريح معاكم يعني لعبة مي مرة حلوة. الوحش ذاك سمعنا صوته واضح راح نشوفه دحين بالقسم ذا. هو كلفني انه زين رافع اعتقد لازم اشغلها. عارفين تشغيلها واضح ما راح يكون سهل يعني الوحش ذاك اكيد راح يكون حول. شايفين أدير هذا جماعة آخر الوحش واحد من ال 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 من زملائنا اللي كانوا يشتغلوا معانا بس كانش تحول إلى وحش كذا. أدري ليش المصعد وقف. أوه شوفوا كيف متحمس كمان. أطلع يقول لي فيك خير أطلع. ما ادري ايش اسوي والله ممكن تنتظر يفتح لي الباب. حلو حلو فتح لي الباب يعطي العافيه. الحين تجاوز ادير اللي هو الوحش ذا الى صمام تحويل الغاز. اوه هو حول اوكي ما حطوا الاشياء ذي الا انه حول فايش لازم اشتت انتباهه. هو هنا طب روح شوف هناك ايش فيه. ما اقدر لازم اطلع من هنا عشان اقدر ارميها بس كانه شايفني. والله الطيف هو يفجع هذا ليش ابغى اسوي كذا انا. شتت انتباهه كفو. والله نفسي اوقف واجري شايفه بعيد. ما ادري خلوه ولا كشاف ما عليكم فيه. والله نفسي احرقه بدل اجيبه على هنا واحرقه. في لعبه كان فيها زي كذا زي ما لازم تحرقه اظن ذا ايفل وذين فاكرينها هذيك بالجزء الاول تحطها بالفرن تحرقه. والله كان شيء جميل. حلو حلو ضحك كل علي ارجع وخلاص اعديه ان شاء الله بهذه السهوله كذا كل اللي علي فقط ارجع واعدي من هنا. قفل الكشاف. اوه بعيد ما عليكم فيه. والله رحت يا اخوان والمفروض اني انتظر بس خلاص رحت ان شاء الله لحق. كان ورايا. يهو والله هذا هو. تحويل غاز الشعلة ان شاء الله احرقه. والله نفسي كذا بالنهاية نحرقه. في الوحش ادير نفسي كذا بالنهاية نحرقه. حيكون اجمل شيء سويناه الى العالم حرقنا. You'll have to head out onto the stack and use the relighter I gave you. Fuck. Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. Prick. Understood. Godspeed.
خلونا نكمل اخوان، لسه ما انتهينا. عارفين يقول لازم نسويها يدويا. احد اشعال التوهج. ما اعتقد الوحش ذا هنا. والله ليتو هنا، كن صريح معاكم. يعني افضل جزء عندي باللعبة ذي لما يجي الوحش صراحة. الحين واضح وقت الهروب، والهروب من أدير. والله لما اجري كذا وكأني لعبة داينج لايت يا جماعة. اجري، والله شكله وراي بالضبط. اوه على الاخير كذا غطرتي، الحمد لله اني ضغط. اوه ورايا، يخرب بيتك عبالي بعيد. الحمد لله انه ما قتلني. الله الله، هو ذا اللي نبيه. نحرق المخيص. الله الله، كافو حرقناه. يس حرق. الله كافو، بلا خلي طالع شوية. يا سلام حرقنا. بس اعتقد كانوا اثنين، كانوا اكثر من واحد الوحش ذا. واحد بس والله. احنا الهدي خفيفة. أو واحد ممكن كان الوحش ذا، والله ما أدري. فالحمد لله حرقناه. واضح لو مشيت من هنا راح أطيح. نوع على وشك الانهيار، لازم أجري. هذا اسرع شيء، اذا ايش تبغى نسويه برودي، هذا اسرع شيء. Gears pieces. Oh, I'm sorry, love. I'm not being difficult. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. He wouldn't let it go. Okay, he's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no, bigger man! You are shitting me, McCleary. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger bars than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Sus, come on. No, no, you shut it, McCleary. You sit your arse down and You just listen to me! How can we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. And I will not let you drag those girls down with you. You sort this. Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I will leave you, you understand? Sus, look, I'm really sorry. Kaz, just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, eh? That might make a nice change for you. I didn't mean that. Why'd you have to... Ah, Sus. Jesus Christ. Oh, fuck. Jesus. Sus. Well done. Ah, Jesus Christ. Ah, you bastard. والله طيب، فين احنا دحين؟ ابحث عن طريق العودة إلى الداخل. اعتقد احنا بالقسم السفلي من السفينة. والله ما ادري فين احنا يا اخوان بالضبط. الباب ده مفتوح، ما يقدر يفتح الباب ده، واضح لازم اروح من هنا. بس مدري ليه المياه لونها احمر. شايفين يا جماعة المياه لونها احمر، مدري ليه.
said to me. من هنا من هنا يا جماعة. فهل كذا خلاص يا جماعة خير؟ يعني زي ما تقول الوحش ذا قتلنا. ما أدري والله، والله ما أدري. أنا والله كنت أفتكر كان في اثنين مو واحد. أدري ممكن يعني تهيأل، يعني ممكن غلطان أنا. كل الوحش فقط واحد وقتلته. ما أدري من فين دحين. هو من هنا كزي كراش عارفين. تشبيه غريب بس صدقوا هذا اللي جاء على بالي. يوم من هنا ان شاء الله من هنا شادي بس بمن اكثر مسجك ضرر. Christ, what were they up to? احنا جينا قبل كذا اعتقد قسم الهندسة. احنا نقول اخرج من الهندسة حتى الاقامة، قسم ثاني اسمه الاقامة. يعني لازم نوصل له. يعني نخرج من الهندسة ونروح الاقامة. الله يستر. وضع القسم ذا خطير. ومليء بالنفط كذا عارفين. يوم من هنا طريقنا. غاز مكتوب اوكي. Finley, Jesus Christ. Cleary, how the fuck are you no dead? I thought I was. You fit to help? Christ, can anything help? Aye, if we can cut ourselves loose and quit like, we'll buy us time, maybe enough. Do we even know if anyone's coming? We've been off radio for hours, so aye, I should hope so. Finley. Good. Let's get us. I thought... Aye, aye, he's a walking, greeting miracle. Are we doing this or no? Aye. We float the rig. I'll dive down and release the tension cables. Hopefully we balance out, maybe end up higher in the water. I'll need you both at Marine Control. It's Roy. Hello, can anyone hear me? And I'm stuck up. It hits our fucking hut on the accommodation roof. I don't know how long I can last without insulin. He's up on the roof. I have to get him. No. Is anybody out there? You have to get to Marine Control with Finley. Please. It's a two-man job and we don't have much time. You think Roy does? I can't just leave him. I promised I'd get him home. Ah, let him go. Fine. If you want to go, go. But this place is filling up with gas and oil from the drill to the derrick. God knows where else it's leaking to. I can't recommend it. I know, Brody. But I'm going. I have to. Engineering's your only path up there, and it's flooded, so you'll have to swim. It's a long way. Plan each step. And if you're underwater, stay calm. Oh, aye, that's exactly how that'll go. Enough! You both know what you're doing. So let's go. There you are, Brody. Roger, nerve all right, McCleary. I'm coming, Roy. كافر كاز. عارفين بروح يساعد صاحبه روي. مو زي هذول الأنذال. عارفين كل واحد فيهم أنذال من الثاني. هذاك يقول ليش تروح؟ برودري ذاك يقول ليش تروح؟ يقول لي اضغط على. عارفين
الثري الهزازه عشان تمشي بشكل اسرع تسبح بشكل اسرع. بس ما ادري ايش الفرق كبير. دوبي كنت قاعد اضغط صدقني ما شايف فرق كبير. اعتقد لازم اجد طريق ثاني. شايف اكزيت من هنا اتوقع اسبح. والله ما ادري يا اخوان كذا اسرع ولا لا. اعتقد اسرع ايوه. ايوه اطلع يا ابن الحلال ما ادري ليه ما يطلع والله. ما حتموت كذا طيب. انا لله انا اليه راجع. ومن هنا ان شاء الله لحق. ايوه ادخل من هنا. ما بقي لك شيء. حول ولا قوة الا بالله. طب ارجع ورا طيب تنفس من هنا. ما ادري ايش قاعد يصير والله ما ادري ايش قاعد يصير يا اخوان. المفروض ما يمشي سيدة من هنا. تحكم صراحة شوية غريب عارف لما تسبح. شايفين اول كم حبة كذا بسرعة عدي. وهنا ما ادري ايش يصير صراحة. هنا ما ادري ايش يبغون يالف. داش اوكي من اول. طب قولوا لي كذا الحمد لله. صدقوني اول كنت معلق على ار تي ما قالوا لي داش. اما المره الثانيه قالوا لي الحمد لله وخلاص عدينا. بس بنقول لك خلصنا يا حبيبي لسه بنكمل سباحه. على تحت من هنا. اه والله ما اظن من هنا. من هنا ايوه ان شاء الله من هنا ان شاء الله ماشي صح طريقي من هنا. انا متاكد صراحه. من هنا على فين دحين؟ ان شاء الله مش نصح من هنا. هو ايش يقول لي؟ هو احصل على الهندسة المقبورة. باب مفتوح. اه والله ما مفتوح. والله صراحة أكون صراحة معكم اللعبة مي مرة مرة مرعبة. عارفين على ما هو مو مرة عارفين. غير كذا أغلب ألعاب الرعب ها جماعة الخير تكون منظورة أول يكون فيها الغاز أو مفتاح. لازم تجيب مفتاح الباب مثلا أو الزرادية اللي تقطع فيها الحديدة مثلا عشان تفتح الباب. اللعبة دي ما كان فيها زي كذا. واضح السلك ده لازم اتبعه الاصفر. دائما اي شيء لونه اصفر باللعبه دي معناته لازم تروح من عنده على طريقك من عنده. من هنا الطريق تحسه مو الطريق الصحيح. بس ان شاء الله يعني مشي صح. والله ما احس الطريق الصحيح بس ان شاء الله يعني انه الطريق الصحيح من هنا. ايوه مع النور ذا جهه الاصفر شايفين. بس ان شاء الله يجمل عارفين ما ينخنق. ايوه من هنا من هنا. ما بقول لك شيء يا بطل. هي 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 كيف تموت على خير؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف مات على خير يا جماعة؟ تخيل شفته كيف خلاص بتنفس.
كافوا عدوني من هنا. صراحة من الأشياء الجميلة باللعبة ذي شاشات التحميل ما شاء الله سريعة والله. خلاص ما شاء الله مع الجيل ذا يا جماعة، مع الجيل ذا من الألعاب كلها خلاص صار شيء أساسي، كل الألعاب ما شاء الله شاشات التحميل فيها سريعة. الله طيف متذكرين يا جماعة آخر لعبة جراند الأخيرة ذي عارفين الجزء الخامس شاشة التحميل كيف طويلة على البلايستيشن 3 افتكرها كان جدا طويلة. من هنا ان شاء الله من هنا عارفين يعني لعبة صراحة جميلة. صلاة أكون صريح معكم، لعبت ألعاب رعب أجمل صراحة، أكون صريح معكم. والله لما تسلق زي كذا كمان يذكروني، والله قاعد أضغط التي يا جماعة، عليم الله إني قاعد أضغط التي بس ما صار شيء. ممكن كمان اللعبة نفسها لازم أطيح كذا يا جماعة، ممكن من اللعبة نفسها لازم أطيح كذا يا أخي. أطلع يا أخي الحمد لله. فين جيت أنا؟ الحق الباب. الحمد لله. أعتقد كمان لعبة نفسها لازم تطيح، خذ من العلم. الباب ده مفتوح. الخروج للسكن. الحمد لله. عارفين لما تسلك كذا والله يذكروني كمان في فارك راي كذا لما تتسلق الأبراج، عارفين تفتح السفر السريع. الإقامة هو كان يقول روح هنا. الحين عارفين زي دائما أول شيء نسوي لازم ندفي نفسنا. الدفاية هي مو من هنا؟ ها؟ كذي الدفاية. كل ذا قاعد نسوي عشان تساعد صاحبنا يا جماعة الخير روي. مين روي؟ اعتقد الطباخ هذاك هو، عارفين هو صاحبنا روي. هذا ايش مكتوب هنا؟ والله ما ادري ايش مكتوب بس كانوا غرفة مهمة ذي الحمراء. هذا ليش كان يقول لي فحص؟ انظر ايوه. واضح طريقنا من هنا يا جماعة، هل طريقنا من هنا؟ من هنا انا شفت الفتحة ذي حقت التاهوية اللي تحت كذا المفتوحة، فقلت ايش فيها كده فتحة هنا ولا هنا، فايوه طلع صح من هنا. عارفين والله ما احسها رعب رعب صراحة، اكون صريح معاكم يعني عارفين ما جاء وقت كذا خفت صراحة باللعبة ذي، او ممكن هي اللعبة رعب بس لكن انا عارفين كيف يعني ما اخاف. ممكن فين دحين؟ أنا من فين جيت لما جيت؟ أنت جيت من هنا صح؟ جيت من هنا أنا يا إخوان؟ لا ما جيت من هنا. أنت ما جيت من هنا. لازم أوصل هنا أظن، أو هذا ممكن ملاحظة فقط اللي تحت.
الطريق الأساسي من هنا مع النقطة الصفرة دي. من العاب الرعب الجميلة كمان افتكر لعبتها زمان لعبة اسمها The Beast Inside يا جماعة. ولا في واحد جديد؟ اكيد واحد جديد ذا عارفين مو نفسه ذاك، هذاك خلاص حرقنا. فك ها اوه الله هذا ايش صار عليه؟ يا لطيف شوف كيف ماسك مصارينه يا ساتر استر. ما ادري ايش يطلع كيف ما ادري كيف. تذكرني بوحش اظن بريزن ديفي كان زي كذا اظن. ها يا جماعه مو شويه يشبه النيمسيس اظن ولا ها؟ والله ما اظن يشبه النيمسيس يشبه انا. ما ادري ذكرني بوحش صراحه ما ادري مين. فك What the hell? How did they get like that? Christ, the trust. But my door. Sorry, don't. الله ياخذ كان أمامي أول ما فتحت الباب كان أمامي. والله ما أدري أخوان قل عقلي مو أمامي فتحت الباب شفت كيف كان أمامي. طيب إيش أسوي أنا إيش أسوي؟ أفتح الباب أختبئ هنا ممكن كذا الحل. بالصوت ممكن تصدقون. والله ما ادري بفتح اشوف ايش يصير. يا اخي كيف امامي؟ روح شوف هناك ايش فيه عبيط. خرب بيت عارفين تحت الباب لقيت فيه امامي. خذ لي ذي ممكن احتاجها. اعتقد لازم ادخل من هنا. انا مو جيت من هنا اول. ما ادري والله خلوني اروح من هنا. والله ما ادري اذا طريق انا من هنا ولا لا والله ما ادري بس بروح اشوف. اوه شفته عند الباب. ما اعتقد مدى يفتح الابواب هو. مفروض مع الفتحه ذي. ايوه فين ذا؟ اوه هنا. صدقوني ما شفت الفتحه ذي كان على بالي لما قلت فتحه كان على بالي تحت. ولا جاني هنا يخرب بيته. أسرع شيء ذا يا جماعة الخير، أسرع شيء. الحين شكله راح مسكني مع رجلي. الهروب للسطح يقول لي. أغطس دحين. لا ما اعتقد بس ما في طريق من هنا او من هنا. ما ادري كيف رجع صراحه يا اخوان ما ادري كيف رجع الوحش. انا كان على بالي انه خلاص حرقنا. بس هذا واحد ثاني صح صح هذا واحد ثاني ذاك اللي حرقناه كان اسمه والله نسيت اسمه روي اظن لا مو روي هذا اسمه الهرولة عارفين هم اثنين ان شاء الله حط الهرولة اذا شفته كيف دوب يعني طاحت عليه الاشياء فباذن الله خلاص قضينا عليه الحين صاحبنا نبغى نساعده المفروض انه هنا على السطح سقف. روي! هي أب هير! روي! جيسس، إتس موفين أوت ذا أذر بليس. ذات ماست بي إت، ثانك كريست. روي! روي. روي. توك تو مي بيج مان. كوم أون، كوم أون. روي!
Roy, wake up, you prick! Please, wake up. Wake up, come on! Oh, you bastard. Don't leave me here. Please, Batman, come on, Bat. Christ, don't leave me. Roy, don't leave me. I can't do this, man. I'm scared, Roy. I'm fucking terrified. What am I going to tell Susan? I mean, she's going to fucking kill me, man, you know? She loved you, big man. She really loved you. So did my girls. I mean, what am I going to tell them? Oh, sorry. Your Uncle Roy's not coming home. Aye, I know. Me and Ollie. I love this big man, do you hear me? I loved him. خسارة. صدقوا لي مشهد لدوبه كان مؤثر. عارف كان صاحب روي من بداية اللعبة وما تخلى عنه. شفتوا كيف ذاك النذل برودي قال له خلاص سيبه يا ابن الحلال، لا تروح لأي أحد سيبه. وهو كان مصر إنه يروح يساعد صاحبه، بس خسارة بالنهاية صاحبه عارف كيف مات. What's up to admin so I couldn't get to marine control? You need to try and get there from where you are, all right? Jesus. Aye. And that English bastard better come and off. You can't stay in that hut forever, no. Kaz? Kaz, you still there? When you're not shouting, I start to worry, like. Is Roy making a fuss? Put him on. I'll get him to help. For fuck's sake, what's going on? Roy's no coming. Ah, oh, Jesus. God. Did he not make it? I was too late. Oh, fuck. I'm sorry, Kaz. You know, we all loved a big man, eh? I let him down. He was relying on me. No. No, you did everything you could. You went back for him. None of this is your fault. It's not anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but... we need your help here. We're all fucking get down otherwise. Aye. I want half this fucking rig. Good. Then you need to find a way across the deck. Get to marine control room. Call me when you get there, and I'll talk you through it. All right? Right. واضح خلاص دحين وقت الهروب يا جماعة. الوصول إلى المراقبة البحرية. How can I get this one open? No chance. ليه انت دوبك جاي من هنا؟ ما تقدر تفتحها. ممكن من هنا اللعبة تبغى نروح من هنا. ايوه صح، عشان المراقبة البحرية من هنا. فلازم اروح من هنا. نروح احط الكشاف هنا. الجهة هذي ظلام. فين دحين؟ وهنا لعب صراحة جزء كبير من القفزات كذا، عارفين قفزات والتسلق يا جماعة جزء كبير من اللعبة ذي. إيش بيسوي الخ؟ أوه يا لطيف. Oh.
الحمد لله انا ضغطت التي بالبدايه ضغطت رتي بس بعد ضغطت التي انا صراحه زرار الاكس بوكس اليوم اكو دائما احافظها عارف اذا احنا واضح خلاص كل اللي علينا نطلع من السفينه المجنونه ذي هي 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 كيف قاعد اطيح كذا انا الطيب كنت قريب اطيح جيب الحمد لله جبتها عارف لازم تعلق على الزرين يا جماعه ار تي وال تي والله نفسي يا اخوان اتعلم العب بالفاره والكيبورد نفسي اتعلم العب بالفاره والكيبورد عندنا اغلب الالعاب العاب على البي سي عارفين ابغى اقول تقريبا زي كم 89% من الالعاب اللي العبها على صفحه تكون على البي سي تحكم البحري وهو كان يقول روح غرفه التحكم نحن نقول اتصل بفنلي Spaceship. I'm not touching anything Finley does. Jesus, fuck. Rope. Not you at all. Nice and slow. It's all right. I just need to make a call. Yeah? أشوف كيف قاعد يحرك راس لسه عايش. يلا طيب. أوه أوكي أوكي. أتصل كله بس أبغى أتصل. Finley. والله يفجع مارين كنترول I'm not alone fuck is it that bastard Renick no Jesus it's Roper he's all messed up Cass listen to me alright we need to keep it together alright just tell me what to do there's only two switches you just have to find them first find the ballast operations panel There'll be a switch there to put it into manual control. You flip that switch. Go do that, and then I'll talk you through the next part. All right? Aye, all right. I'll look for it. مدري لي أحس فجأة راح يهجم علينا. أضبط التحكم في الصبورة على الوضع اليدوي. علش ما الصبورة الصبورة على الوضع اليدوي. المقفل لازم افتحها ما اعتقد من هنا كريست وير ابوف ماي بي جريد ذس ثواني بلاك افكر يقول النظام يجب تعطيل ادوات التحكم في كابلات رجل الشد قبل استخدام هذه المفاتيح ني تشانس بير كول فينلي ادري خلينا نجرب ممكن نجيبها ونرجع اتصل على فيلي هي اللي دائما عندها العلم It's locked. Oh shit. Aye, there's a key. Near good fucking news. فعلا مفتاح ذا. هنا. اوه معاه. كذا يا جماعة راح امسك المفتاح وعلى طول كذا راح يمسكني. It's alright, pal. Here we go. I'll look after this now, all right? Renick. Keep him away. ولا والله ذا الوحش ماسكه صح. خلونا نوخر عنه بس. خسارة صراحة لا تكمل بدنا نساعد بس ما اعتقد نقدر. لو اخذته وافتح خلاص. ليش يقول لي ارجع هنا؟ ليش محدد لي هنا؟ انا اخذت المفتاح كل عليه ارجع هنا كيف انا اخذت المفتاح ايش قلت لي بعد المفتاح
months. What am I doing again? You need to find the ballast operations. أو حتى عمليات الصابورة. كانت هي ذي اللوحة. أيوه هنا. أدري ليه اللعبة محددت لي هنا، يعني شطارة مني أنا عرفت إنها هنا. دحين ألف أشياء هنا. لا والله يقول اتصل بفنلي. Switches at manual. Right. What's next? Now you flood the forward pontoon, and I mean flood it to the fucking brim. Now hold on a minute. The pontoons are already fucked full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he not down there? He'll be out of there by now. He's done his part. We just have to do ours. All right? All right. It's coming for me. Away. What was that? It's Roper. Never mind him. Flood the forward pontoon. I hang on. غراق الطوافات الأمامية. بس ما أدري يا أخوان صاحبهم هنا كذا سايبينه ويتكلموا كذا بالتليفون، المفروض يحاولوا يساعدوه. ما أدري صراحة بالسفينة ذي كل واحد أندر من الثاني. غادر، ايش يقول لي غادر؟ ما ابغى غادر، بس هو المطلوب. بس هنا مطلوب جهة ها الشاشة دي. ان شاء الله ان شاء الله اللي سويته صح. انا متأكد صراحة. Alright, that's done. Now what? That's it. Come on. Come on. Come on, what? It's moving. Did it work? Fucking aye. See? Those are hopeless after all, eh? Oh, thank Christ, finally. What now? Brody's got a plan. Meet us in Drill Ops as soon as you can. Okay, I'll meet you there. We're going to be alright, Cass. Yeah, I fucking hope so. حلو حلو، سوينا مطلوب الحين كله علينا. يا اختك كنت حاسس انه راح يهجم علينا. خير عني الله يا اختك. يا جماعة الحين كل علي يتعرف على فلي في دريل اوبس. يا جماعة كل علي يروح دريل اوبس. من هنا ورا ما اعتقد في شيء. ايوه انا اكره المياه، عارفين باللعبه دي كذا لما تغطس. والله ما ادري قاعد اسبح كذا، ان شاء الله طريقي صح من هنا. Shit, that was close. The fuck is making that noise? Hey, كفي وحشنا. راح ما ادري شرط، ان شاء الله ما يمسكني. باب ده مفتوح، اوكي مفتوح الحمد لله. برضو كمان المياه هنا يا جماعة. حلقة كلها يا اخوان كل شوية كده نغطس. يوم من هنا واضح، ما اعتقد كان في طريق على فوق. صح صح المياه تلحقك كمان لين هنا. ما شاء الله شو السطوع ذا. يقول المفروض تطلع هنا.
لا هنا عشان تتنفس شوي وتكمل طريقك صح. في اللعبة كانت تقول لي اضغط على L3 كذا عشان تسبح بشكل اسرع، بس ما ادري قاعد اضغط اخوان قاعد اشوف عن نفس السرعة. واضح النظام زي كذا، تاخذ لك نفس شوي وتكمل طريقك. والله يد الاكس بوكس 1 يا جماعة الخير رهيبة، الصوت للزرير عالي. سمعين بلايستيشن صدقوني ما تسمع شيء ما شاء الله. تلحق الحمد لله. Shush! Where are you? Buzz, I can't even find them! Shush! Jesus. النجاة يا جماعة. احنا نقول النجاة من الطوفان. وفي احد ورايا؟ ما في احد ورايا. جيت انا دحين يو على فوق. ان شاء الله خلاص الحين ما في سباح نمشي يا جماعة. عارفين ان شاء الله بس نمشي دحين. مدري طولنا وحنا نسبح. هلا واحد جديد. اضغط على للتشغيل. اوكي الهروب من ريك. واحد جديد ريك اظن. هيا الظاهر يا جماعه مسكني. حلوة ذي لا تدعني أموت. خلاص تعني ميت ميت أنت. خليني أهرب أنا أقول لها. دريل أوف سوك هذا المكان اللي قالت لي في اللي قابلني فيه أظن. نفسي صراحة نهاية اللعبة ذي كذا يورون السفينة ذي، عارفين كذا لقطة كذا من بعيد نشوف قديش حجمها. والله شكلها سفينة كبيرة. Finley, what's going on? Who are you talking to? شوف صارت خبلة ذي ولا إيه؟ ما أدري والله. يشبه طيب انا بحاول اكلمها ما اقدر. ممكن شيء هنا ها اجيب لها شيء ممكن من هنا. اذهب الى فيلي. هذه هي فيلي. كاز يو ميد ات رودي
What's wrong with Finley? She's freaked out here. Listen, Cass. There's no much time. There's oil and gas getting in here. When it fills, it will be headed right up the drill pipe. What are you on about? I'm still in the pontoons. I've only got a couple of minutes. I can't stop it. The rig's a time bomb now. You understand? One spark and... You need to find a way off. Just get back up here and we'll work it out, yeah? I can't do that. What? I can't get back up. Wait, no, wait. I'm sorry. Wait, listen. You're on your own now. I'll come to you. All right? No, you won't. You wouldn't even get halfway to me. The leg's flooded and the gas... It's no possible. You got your dive gear? Aye, but so you can use that? It's oil, Kaz. There's nothing to be done. Don't fucking say that. I knew the risk when I came down here. Fuck. Can he lose you as well? Listen, I'm all right, Kaz. I'm already back on Sky. You've ever seen water like that, Kaz? Clear. Peaceful. You just let go and everything's fine. Aye. That sounds beautiful. You go one day. All right. No, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finley, you could do this, all right? I'm sure she wouldn't do something so stupid. Brody, you there? Kaz? What's stupid? Talk to me. It's getting higher. All right, I'm here, Brody. I'm not going anywhere. All right, I'm here. Get him! Brody. Oh, fuck. Brody! Jesus. How does this happen? What do we do now, Finley? Doesn't it fucking matter? He's dead and you don't think that matters. He was always gonna die. Boy, them. Always. You see that? We've been fucking about with a lakey and pontoons. And we thought, I hope him hell. Watching our pals turn into monsters. Never once. Never fucking once. We tried to do what needed to be done. Calm down, all right? What do you mean? I'm ending this. Fucking hell. Finley. No. Come back. Finley! شو بتسوي الخبلة ذي؟ يا! Let me Finley, fucking wait! Wait a minute! Come back, you're not thinking straight! That's it! عارف انفصلت خلاص. تروح تقضي على الوحش. Find a way out, come on! Fucking kidding yourself, it's this hell nothing! صدقوا لو علي اسيبها بس لازم اعرف لازم الحقها واساعدها. وانا لازم انزل عن طريق السلم. ما اقدر مع الباب ذا. حرمة هدي يا حرمة. والله راحت تورطنا ذي. فنلي
نحن لازم ندخل من هنا. اوه خسارة. Guys, I'm here. Finally, I'm here. Guys, who is it you hear? When it's close. Who do I hear? Christmas card. I hear my wife. I just want to get back to her, Finley. To my weans. I hear my boy. When he was wee, you know. I hear him now. Kid. He's singing. We're not seeing him again, Cass. There's got to be a ship coming. You said it yourself. Christ, Cass. We don't want him coming. Jesus! I'm sorry, Father. I don't know what to do. We've got to face it, Cass. What do you mean? We can't get back. We can't. But I can't. What? There's no going to stop with us. Fuck's sake, McCleary. For once in your life. Be brave. Be brave for them. You can't save yourself. You can't save them. Jesus, Finley. You want to leave it a chance? If it gets to the mainland. Oh, you know I'm right. I'm always fucking right. Oh, Christ. Christ. All right. Die, all right. Follow them. Fuck. صار كل مات، عارفين ما في أي أحد نجا. حين يقول لي ماني فاهم صراحة، يقول لي أدخل دريك. هنا قصتهم جوا، عارفين لازم أدخل جوا هنا. ما شاء الله شو السطوع ذا. هل في حد ورايا؟ اوه اوكي، مو من هنا الطريق ولا ايه؟ والله ماني شايف يا اخوان. من هنا واضح، من هنا ما ادري كأنه قاعد يهلوس. كريست، never had a chance. يقفز ولا ايه؟ يا خبل، مو راح ينفجر دحين المكان ذا كله، راح تموت. ما ادري يا اخوان، ما في الا كذا. فين الغاز بكل مكان. ساتر استر. كافر السعايش انا يا جماعة. You don't recognize me, do you? No, sorry love. You know me. You could say that. It's been a long time though, Kaz. Hold up. Susan Lafferty. Fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading about your face.
Oh, the big man a drink? Jesus, Cass. Because I really want to be thinking about Roy right now. Jeez. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCreary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Sukija. I do though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Did that vampire? You're not so bad yourself, all things considered. Marry me. You what? I'm serious. Marry me. We'll make beautiful wains. I want to spend my whole life with you. She's perfect. She looks just like you. Thank God for that. She's got your eyes though. Dad's eyes. I'm sorry, Cass. I know you'd have wanted him to meet her. Nah, fuck him. The bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Cass. I'll never leave you, Suze. I'll be at your side forever. And I'm always going to be here for this, Wayne. أوقف كذا في بيته إحنا دحين، هذا كله كان حلم. ولا يتخيل ممكن، ما أدري والله يا أخوة. صادح حد زوجته سوزي. إحنا دحين دخل المنزل حقه، عارفين. Cast the wings for me. Tell him I'll be back for Christmas. هذا قبل ما يروح السفينة، عارفه قبل ما يروح الدوام. سوري سوس. سك بالبحر هو، عارفين. والله معليش يا جماعة، أنا آسف صراحة. أنا آسف على اللعبة دي صراحة يا جماعة. Just wanted to send you this to see we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather this. Just wanted to say that to you, Cass. Keep you safe and close and make sure you know to come home to us. I love you, Cameron McCleary. Be safe out there on those waters. My man. My love. صدقوني آسف على اللعبة ذي. صراحة ممكن أسوأ لعبة لعبتها على القناة. الطيف ولا قالها. صدقوا يا جماعة آخر ما فيها الغاز الوحش صراحة يضحك، أكون صريح معاكم، بسهولة تضيع. وشوف كيف قاعد طقطق عليها، مشي ارمي شيء كذا وعطول أهرب. تصميمه كذا غريب، ما تدري هو ايش يطلع بالضبط، عارفين. شوي الحرمة ذيك بالنهاية في اللي سوت انها يعني ان الساط شوية ماتت موت غبية طاحت عليها الحديدة. ما ادري والله يا اخوان، صراحة لعبة أكون صريح معاكم جدا سيئة، ما انصح اي احد يلعبها. ما فيها الغاز، عارف كيف، ما فيها قتال، فيها غطس كثير. اذا تحب الغطس هذه اللعبه اللي تبغى تلعبها. صراحه يا اخو والله تعرفون انا ما احب انتقد الالعاب صراحه، يعني اللعبه ما عجبتني احب اخلي رايي لي صراحه، اكون صراحه معكم. بس اللعبه دي اكون صراحه معكم تستاهل مره والله صراحه. لعبه جدا ممله صراحه. من الاشياء اللي شدتني فيها انها جديده، وانه الاخ محمد فضل سوى لها تعريب، قلت بس خلاص لازم العبها، عارفين. والله ما ادري والله، ما كانت لعبة حلوة كنت صريح معاكم. في العاب احلى بكثير، في لعبة اسمها The Beast Inside، وفي لعبة اسمها Medicine، وفي يا جماعة الخير اللهم صل وسلم على نبينا محمد لعبة اسمها Visage، وفي عندكم Blair Witch. كل الالعاب ذي اللي قلت احلى من اللعبة ذي بألف مرة. فصراحة يا جماعة اخر لعبة مي مرة حلوة، بس الحمد لله اللي لعبناها. بس انتظروا اللعبة القادمة ان شاء الله، هي اللي راح تكون القنبلة. لعبة يا جماعة الخير ووكونغ ان شاء الله بعد اللعبة دي
اتوقع انتظروا كذا زي يومين ثلاث عشان لسه اللعبه باقي لها. فبعد تقريبا كم يوم راح ابدا بلعبه ووكونغ، فاتمنى دعمكم. وحابب اشكر الاخ محمد فضل، شكرا على التعريب، الله يعطيك العافيه. والله اجمل شيء باللعبه دي صراحه بالنسبه لي التعريب، تعريب 10 من 10، جدا جميل، الله يعطيك العافيه اخ محمد فضل. بس اخوان وصلنا لنهايه السلسله دي، اتمنى اخوكم كان خفيف عليكم، اتمنى تعذروني والله اذا كنت يعني قاسي على اللعبه، فاتمنى تعذروني يا جماعه. وان شاء الله اشوفكم في سلسلات قادمه، في العاب قادمه. كان معكم اخوكم عبد العزيز، في امان الله.